من أصدرت هذه العقوبات على هذه المصارف يعني مو من فراغ، دليل أنه على كشوفاتهم الموجودة، على سحبهم للدولار من قبل البنك المركزي وذهاب الدولار. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الدولار من خروجه من أمريكا إلى العراق إلى الدول المجاورة إيران أو سوريا، وبالتالي أنه اكتشفوا أنه الدولار الأمريكي قاعد يتهرب إلى هذه المناطق سواء كان في لبنان أو اليمن أو سوريا أو إيران عن طريق هذه المصارف. فبالتالي اليوم ما ممكن أنه الولايات المتحدة الأمريكية وهي واضعة على حصار الاقتصادي على أمريكا اليوم أنه ترفع الحظر عن هذه المصارف. وهذه المصارف هي جميعها مثل ما تفضلت قبل قليل أنه تابعة لسياسيين عراقيين عندهم ارتباطات جيدة مع إيران، فبالتالي تسهل عملية تهريب الدولار إلى إيران. هذا يعني رقم واحد. رقم اثنين، اليوم أكون يعني بادرة أخرى أيضا موجودة أنه أغلب الصيرفات اليوم الموجودة هي أيضا موجودة، هي تابعة إلى السياسيين وأيضا تابعة إلى شخصيات مسؤولة في الدولة، بالتالي هذا أيضا اليوم أكو عملية تهريب الدولار، وهذا كله ما يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي. اليوم إحنا العراق لازم إذا أريد ينهض لكم يكون اقتصاده جيد، مسألة الدولار ومسألة الصرف فرق سعر الدولار لم يتقضي عليها الحكومة السوداني، لا بل بقت ثابتة. الدولار كان في سعر 145 ونزل إلى 132، ولا يزال الدولار اليوم يقرأ على الرقم 151. هذا يعني أنه اليوم الاقتصاد العراقي لم تسيطر عليه الحكومة العراقية، بل تسيطر عليها التجار ورؤساء الأموال اليوم الموجودين في السوق السوداء. نعم. تماما، يعني هناك